عايزين نقول إيجابية بس من الإيجابيات برضو لمجلس الإدارة. الحقيقة كان في ناس في أوقات كتيرة جدا أهلاوية يقول لك مجلس الإدارة ما بيطلعش يرد ليه، مجلس الإدارة مش عارف القرار اتأخر. بالعكس، الإدارة الصح إنك إمتى توقيت القرار وإمتى تلتزم الصمت برغم الإساءات الكتيرة في أوقات كتيرة اللي هي ممكن تخلي أي حد عادي يفقد شعوره. إنما مجلس الإدارة التزم الصمت، كابتن الخطيب القيمة الكبيرة التزم الصمت برغم الإهانات اللي احنا شفناها، إهانات مباشرة، ولكنه التزم الصمت وحول الكلام ده كله لفعل داخل النادي الأهلي وترتيب النادي الأهلي وتركيز مع اللعيبة والجهاز والإشراف على الكورة، وماشي بخط موازي في التوضيبات بقى والإنجازات اللي حصلة في الفروع كلها، وإن شاء الله الفرع الجديد. شفنا طبعا نتيجة الكلام ده كله ظهر، فأصعب دوري جه في تاريخ النادي الأهلي من الظروف كلها اللي حصلت دي. طيب.